الرئيس الحالي مانويل ماكرون ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان إلى الجولة الحاسمة من الانتخابات الفرنسية، نتيجة كانت متوقعة وجاءت متسقة مع استطلاعات الرأي التي سبقت انتخابات اليوم. ماكرون بنى على تصاعد شعبيته مؤخرا، خصوصا بحسب أو بسبب موقفه من الحرب في أوكرانيا. أما مارين لوبان فنجحت وبشكل كبير بتقليص الفارق الذي كان يفصلها عن ماكرون في انتخابات عام 2017. فكيف ننظر لنتائج الجولة الأولى، وهل يمكن أن نعتبرها المقياس للجولة القادمة؟ معنا من مقر حملة الرئيس ماكرون في بورت دو فيرساي في باريس النائبة في البرلمان الفرنسي عن حزب إلى الأمام ليتيسيا أفيا، ومعنا أيضا من باريس أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور خلدون النبواني. أهلا بكما معنا الليلة في هذا الحوار وبمتابعة للجولة الأولى ونتائجها من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. أستاذة ليتيسيا، تعليقكم بداية على النتائج. الكل كان يتوقع أي بالفعل يفوز ماكرون ولوبان خلال الجولة الأولى، لكن هل كانت بالنتيجة اللي توقعتوها، وإلى أي مدى يمكن القول إنه المرحلة الثانية للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ستكون أسهل بعد إعلان الأحزاب الأخرى دعمها له في المرحلة الثانية؟ هذه النتائج نعم بكل تأكيد لقد تلقيناها بحماسة، لأننا قدنا حملة قوية في ظروف لم تكن سهلة لننجح رئيس الجمهورية. هذه النتيجة التي حققناها في الجولة الأولى لا تشير إلى بأي شيء إلى الجولة الثانية، فلا يمكن الفوز بها مسبقا، لذلك قمنا بهذه الحملة المكثفة. اليوم ما ينبغي فعله في الجولة الثانية هو أن نتحد أكثر فأكثر، أن نوحد البلد، والدعوات لتصويت للسيد ماكرون تذهب كلها في هذا الاتجاه. الآن الفرنسيون الذين ينبغي أن يتقبلوا بأن جميعنا كفرنسيين أن نعمل معا ونتحد، ولذلك فالجواب هو إيمانويل ماكرون. ولهذا استمعنا إلى إيمانويل ماكرون قبل قليل يؤكد أنه يمد اليد للجميع وأنه يريد أن يدعمه كل ربما من يريد أن يرى فرنسا وأن يرى أوروبا، لأنه جمع ما بين مستقبل هذا البلد ومستقبل القارة الأوروبية ككل. أرحب بالدكتور خالد معنا أيضا يتابع عن كثب هذه النتائج. دكتور خالد، كثيرة هي التقارير اللي أكدت أنه ماكرون لا يزال يواجه تحد لربما صعب من اليمين في هذه الانتخابات، هل لا يزال هذا الخطر على ماكرون بتقديركم كما قالت الأستاذة ليتيسيا الآن، أم أن الخطر قد زال بعد نتائج اليوم؟ مساء الخير عزيزتي شانتال ولضيفتك العزيزة ولمشاهدي قناة سكاي نيوز. نعم، بشكل أو بآخر الخطر ما زال قائما. ماكرون لا شك أنه ترشح إلى الدور الثاني، سيناريو 2017 يتكرر مع فارق ربما يعني لا يزال حرجا ما بينه وما بين ملاحقته مارين لوبين. ولكن يعني هناك انقسام في فرنسا، هناك وضع سياسي جديد. هذا الوضع السياسي الجديد أنه في غياب أو سقوط حقيقة اليمين واليسار التقليديين. الآن ربما الوسطية هي التي تنجح بشكل أكبر. أظن أنه في عام 2017 تم ترشيح إيمانويل ماكرون يعني كرها بمارين لوبين، وليس كل من صوت هو حبا بإيمانويل ماكرون. الآن ربما نفس السيناريو سيتكرر، الكثير من الأصوات أصوات الناخبين الذين لم يتجاوزوا الدور الأول ستصوت غالبا إلى إيمانويل ماكرون. فقط إريك زيمور هو من يعني نادى بضرورة التصويت إلى لوبين. حتى فاليري بيكريس قالت بأنها ستصوت
يعني بوعي كامل إلى ماكرون، وبالتالي قد تذهب الكثير من الأصوات وبخاصة أصوات من رشح جون لوك ميلانشون وقد حاز 20%، يعني الكثير من الأصوات، وقد أوصى ميلانشون دون أن يقول صحيح. بضرورة أو بالتصويت لماكرون، ولكنه أوصى بأن لا يكون هناك صوت واحد يذهب إلى مارين لوبين، مما يعني إما امتنعوا عن تصويت أو صوتوا إلى ماكرون، وهذا يعني تقدم عما كان عليه في 2017 حينما طالب أتباعه ومريديه بأن لا يصوتوا بالمرة. الآن هو بطبيعة الحال اليوم أيضا لم يذكر اسمه، لكنه قال مرات عدة وكررها في خطاب ألقاه بعد الإعلان لربما عن النتائج الأولية بأنه لن نصوت لمارين لوبان، بإشارة واضحة مرات عديدة إلى لربما دعم ولو بشكل غير رسمي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية. ما رأيك أستاذة ليتيسيا، إلى أي مدى اليوم هذه الأصوات التي لربما لم تذهب لماكرون في الجولة الأولى بإمكانها اليوم أن تدعمه في الجولة الثانية في ظل لربما هذا الانقسام الذي أشار إليه الدكتور خالد النبواني، انقسام في فرنسا واضح إذا ما نظرنا إلى نتيجة بيكريس وإيدالغو، وبالتالي هذا مؤشر على أنه الرئيس ماكرون يستفيد اليوم من هذا الانقسام الذي بات واضحا هذه المرة خلال هذه الانتخابات؟ أنا أدعو كل الناخبين الذين انتخبوا جون لوك ميلانشون وكل الإنسانيين وكل الذين يؤمنون بتقدمنا الاجتماعي وبفرنسا الغنية والمختلفة الأعراق، لا ينبغي ترك أي صوت لمارين لوبان، ينبغي أن يصوتوا لماكرون كلهم. الامتناع عن التصويت ليس حلا، فهذا سيعزز مارين لوبان هناك خطر وصول القوميين المتشددين إلى السلطة، إذن لا ينبغي إعطاء أي صوت. وجون لوك ميلانشون قال بأنه أيضا لا ينبغي إعطاء أي صوت، وكما نعرف بأنه طبعا كان في البرلمان، فربما سيكون طبعا هناك في المعارضة، ولكن اليوم فرنسا تواجه مرحلة حرجة وقضية صعبة. هل ستكون هناك رئيسة للجمهورية من الحزب الوطني أو من التجمع الوطني مهما كان اسمه أو القناع الذي ترتديه، التي هي أفكار للتقسيم وللشعبوية والتي هي معادية للأجانب؟ الجواب هو لا، لذلك علينا كلنا أن نتحد وراء إيمانويل ماكرون. إريك زيمور، إذا كنت تتابع معنا، دكتور خالد النبواني أكد قبل قليل أنه يعطي كل أصواته لمارين لوبان، هو المرشح الوحيد ضمن الجولة الأولى الذي أعطى لربما أو عبر عن دعمه للوبان بالمرحلة المقبلة. هنا الأمر يجعلني أتساءل، إذا ما نظرنا إلى ما حققوا زيمور، يعني نسبة حوالي 6.8% بحسب الأرقام الأخيرة، يعني إذا ما جمعناها مع ما حققته مارين لوبان كان في يكون يعني نتيجة جيدة لليمين. دكتور خالد النبواني، لماذا لم نرى هذا لربما الاتحاد قبل الجولة الأولى؟ خلدون شانتال بزعل مني. عذرني دكتور خالد. ولا يهمك عزيزي. فيما يتعلق معك حق، لو لم يكن زيمور، أو لو ذهبت أصوات زيمور بالأصل إلى مارين لوبين، لكانت قد أيضا ترشحت إلى الدور الثاني، لكن بفارق أكثر مما لكانت في المرتبة الأولى قبل متقدمة على إيمانويل ماكرون. ولكن هذا هو حال السياسة أيضا، اليسار وجدنا الكثير من مرشحي اليسار هنا وهناك الذين حازوا على أصوات بعضها 1% وإلى ما هنالك، هو حال السياسة، كان هناك انقسام. ولكن نعم، يعني ستكون أصوات مرشحي زيمور إلى لوبين دون شك، ولكن هذا لن يعطيها الأفضلية برأيي. يعني فقط زيمور هو من فضل ترشيح لوبين على
على ماكرون. الباقي كما ذكرت كلهم صوتوا، ما لم يقله، ما قاله دون أن يقوله يعني ميلانشون قال بأنه لا تصوتوا إلى لوبين، أي صوتوا إلى ماكرون بأحد المعاني. وأنا من الأشخاص الذين صوتوا لميلانشون، ولكنني سأصوت لماكرون في المرة الثانية، لأن ليس تماما حبا بما ماكرون ومشروعه، ولكن لكي لا يصل اليمين المتطرف بكل ما يثيره من خطاب تفرقة وعنصرية وكراهية في فرنسا. وبالتالي نعم، أظن أن فرنسا التي تميل بالعموم إلى الحالة الوسطية ستذهب في التصويت إلى إيمانويل ماكرون. لا أعتقد أن هناك يعني المفاجآت كثيرة، ولكن الخوف، كل الخوف، أن اليمين المتطرف يتقدم ويزحف بشكل دائم. صحيح أنه لم يفز بالانتخابات منذ أبدا لم يفز فيها، ولكنه في كل مرة يتقدم. يعني قبل 3 عقود ربما لم يكن جون ماري لوبين والد مارين لوبين يعني يحظى بنسبة تتجاوز 7%، الآن هم يصلون إلى نتائج كبيرة. هناك جو عام، طبعا هناك أسباب، ولكن أيضا النزعة القومية واليمين المتطرف يعود إلى أوروبا بقوة. شاهدنا ذلك في إيطاليا، شاهدنا ذلك صحيح. في النمسا، في هولندا. يعني يخشى على فرنسا من سيناريو إيطاليا بشكل أو بآخر، ربما ليس في هذه الانتخابات، ولكن في المرة القادمة ربما. يعني هناك ميل حقيقي نحو اليمين المتطرف، قاعدة شعبية تزداد، وفي هذا كل الخطر. لا أظن أن هذه الجولة ستكون إذن انتصارا لليمين المتطرف، أقصد لن تصل ماري لوبين بتصوري إلى الرئاسة. استطلاعات الرأي الفرنسية دقيقة عموما، التحليلات تذهب في هذا الاتجاه، اللهم إلا إذا كانت مثلا قضية شركة ماكنزي، وهي شركة استشارات أمريكية، إذا ما تم تفاعلت وتم يعني كشف فيها أشياء لا نعرفها لحد الآن. نتذكر أن فيون على سبيل المثال كان مرشحا، يعني كانت استطلاعات الرأي تبين أنه ربما سينتصر في الدور الأول والثاني، ولكن فضيحة رواتب زوجته وأبنائه وإلى ما هنالك جعلته يسقط سياسيا. لا نعرف تماما مدى إمكانية تفاعل قضية ماكنزي، ولكن لحد الآن يبدو أن الأمور مضبوطة، وتؤكد أن ماكرون ذاهب إلى الفوز بولاية جديدة، وهذا ما لم يحصل منذ جاك شيراك. يعني بعد جاك شيراك ولا رئيس فرنسي يعني استمر لمرتين. كان ساركوزي سقط بعد المرة الأولى، هولاند مرة واحدة ولم يترشح، والآن يعني ربما ماكرون يعيد تلك السياسة الفرنسية في وجود رئيس يترشح ويفوز مرتين على التوالي على الأقل. هلا الأستاذة ليتيسيا آفيا معنا دكتور خلدون، تؤكد على أنه الحسم لم يتم حتى الساعة، وعلى ما يبدو في عندها مخاوف. أستاذة ليتيسيا، استمعتي إلى الدكتور خلدون النبواني يؤكد على أنه صوت لميلانشون في الجولة الأولى، وسيذهب صوته لإيمانويل ماكرون لو لم يرد لربما منذ الأساس التصويت له فقط لمنع لربما وصول لوبين إلى الرئاسة. اليوم هل تتخوفون من ما يسمى أو يسميه البعض شبه مقاطعة مرتفعة في الجولة الثانية؟ البعض يرى بعكس تصويت دكتور خلدون النبواني بأنه الناخب الفرنسي اليوم لم يعد يصوت لقطع الطريق على مرشح ما، بل يصوت من أجل مشروع معين. هذا ما استمعنا للرئيس ماكرون يؤكد عليه في بداية خطابه الليلة. أعتقد بأنه ينبغي أن نكون حذرين بشأن الامتناع، لأن الامتناع ليس جيدا بالنسبة للديمقراطية، والامتناع دائما يصب في صالح القوميين والشعبويين. أعتقد بأن الجولة الأولى من الانتخابات ستكون هناك تصويت للحساسيات، وأفهم بأن الناس ربما قد صوتوا لجون لوك ميلانشون. الأمر يتعلق بالتوحيد وراء هؤلاء الذين أو
الشخص الذي سيوحد بلدنا. وأعتقد بأن الذين انتخبوا جون ليك ميلانشون لا يمكن أن ينضموا إلى مارين لوبان. وأعتقد بأنهم ينبغي أن لا يتركوا هذه الساحة فارغة ويكون الخيار يصب في اتجاه. إذن أنا أحيي الآن خيار السيد خلدون بقوله بأنه اختار جون ليك ميلانشون، ولكن لأنه يريد تقدم البلد فإنه سيصوت لماكرون، ونأمل بأن جميع الذين انتخبوا السيد جون ليك ميلانشون أن يذهبوا في نفس الاتجاه. دكتور خلدون، ربط البعض فوز مارين لوبان في هذه الانتخابات أو إمكانية فوزها بضرورة التصويت بكثافة وعدم تسجيل نسبة عزوف من قبل طبقة شعبية، من قبل الناخبين الشباب. هل هي نسبة المشاركة ليست بمرتفعة إذا ما قارناها لربما بالانتخابات السابقة، لكن كيف تعتقدون أن تتعامل مارين لوبان بالأيام القليلة المتبقية قبل الجولة الثانية للتأثير بهؤلاء وجعلهم يذهبون ويعطون صوتهم لها كما قالت اليوم في كلمتها؟ يعني هي قالت شيء أساسي اليوم، بأن من لم يصوت تأمل أن يذهب صوته إليها، وكانت نسبة الامتناع عن التصويت أيضا مرتفعة، وربما أيضا مرتفعة جدا، طبعا أقل من ما كانت عليها 2017، ولكنها ربما ليست من تلك النسبة التي كانت في 2002. هناك إذن نسبة، هي ستحاول كسب أصوات هؤلاء الصامتين، أولئك الذين لم يقوموا بالتصويت، لأنها تعرف أن معظم من خسر من المرشحين يعني العشرة الذين بقيوا ستذهب معظم أصواتهم إلى ماكرون ما عدا زيمور، يعني ويظل أصوات زيمور رغم أنها بحدود 7%، يعني حوالي 2 مليون مهمة، ولكن الفارق يظل كبير بينها وما بين ماكرون ومن سينتخبه. ما هذا من ناحية، من ناحية أخرى ستحاول إعادة وضع الأمور على الطاولة. هي الملفات التي تتكلم بها عموما يعني غابت قليلا بسبب الحرب في أوكرانيا. صحيح. بشكل أساسي، يعني ملف المهاجرين دون شك بشكل واضح كان هناك موقفها من بوتين أيضا، يعني ظهر، طبعا هي تراجعت عنه قبيل أثناء الحملة الانتخابية، ولكن كان هناك استرجاع دائم لشريط الفيديو وحديثها عن بوتين بشكل تبجيلي، زيارتها إلى موسكو 2017، لديها قرض أكثر من 9 مليون يورو عليها تسديده إلى البنك الروسي، وبالتالي مثل هذه القضايا يمكن أن يلعب عليها المعسكر الآخر. هي تريد ربما كالعادة، مارين لوبين ليس لديها مشروع حقيقة، هي تقوم يعني على نقد الآخرين، على الاصطياد في الماء العكر، التركيز على هفوات الآخرين، وبالتالي أظنها ستستمر في هذا الموضوع. ربما ستتحدث بشكل أساسي عن شركة ماكنزي تدفع في هذا الاتجاه، سيكون عامل النقد بشكل أساسي هو جزء من خطابها. طبعا ستتحدث كالعادة عن أن أزمة المهاجرين وبخاصة القادمين من البلدان العربية والبلاد المسلمة وإلى ما هنالك يسببون في فقر المواطن الفرنسي، أو على الأقل في ضعف قدرته الشرائية، وبالتالي كل ذلك ستركز عليه كالعادة وتعيد إلى الطاولة ما كان قد اختفى قليلا بسبب الحرب الأوكرانية. سنكون بمتابعة بطبيعة الحال لكل هذه الكلمات والمواقف التي تسبق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. شكرا جزيلا للمشاركة معنا دكتور خلدون النبواني، أستاذ الفلسفة السياسية من باريس، وأعذرني مرة جديدة على الخطأ. وأيضا أشكر من حملة الرئيس ماكرون في بور دو فيرساي في باريس النائبة في البرلمان الفرنسي عن حزب إلى الأمام ليتيسيا أفيا. Merci.